وسهلا بكم متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي نقدمها لكم من طقس العرب. يسود هذا الأسبوع طقس حار ومرهق في عموم المناطق، وتستمر المملكة تحت تأثير الموجة الحارة لكن بشدات متفاوتة، تكون شديدة خلال بداية الأسبوع، تتراجع شدتها قليلا خلال منتصف الأسبوع، لكن تعود وتشتد مجددا خلال نهاية الأسبوع. بالتفاصيل نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية ليوم الأحد. بإذن الله تبقى درجات الحرارة مرتفعة أربعينية في عموم المناطق، الموجة الحارة مستمرة وشديدة والطقس حار ومرهق في عموم المناطق. درجة الحرارة كما ذكرنا أربعينية في عموم المناطق، تسجل العاصمة عمان 40 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة أقل في مرتفعات الشرق. أيضا درجات الحرارة الليلية تكون مرتفعة ويسود طقس دافئ إلى حار نسبيا في عموم المناطق. يوم الاثنين تحافظ درجات الحرارة على قيمها العالية أربعينية في عموم المناطق، أيضا تكون درجات الحرارة مرتفعة خلال ساعات الليل ليكون الطقس حار نسبيا إلى دافئ. يوم الثلاثاء بإذن الله تتراجع حدة الأجواء الحارة أو تتراجع قوة الموجة الحارة مع استمرارها، حيث تكون درجات الحرارة في أواخر الثلاثينيات في عموم المناطق، لكن تكون أربعينية في منطقة العقبة، المنطقة الشرقية، منطقة الأغوار والبحر الميت، وأيضا منطقة البادية. يذكر أن المملكة أيضا ستتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تعطل زخات قد تكون رعدية خفيفة ومتفرقة وعشوائية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء وأيضا يوم الأربعاء. يوم الأربعاء أيضا درجات الحرارة تبقى تحافظ على قيمها لما سجلته يوم الثلاثاء، درجات الحرارة تكون في أواخر الثلاثينيات في أغلب المناطق لكن أربعينية في المنطقة الشرقية، منطقة العقبة، أيضا المنطقة الأغوار والبحر الميت. درجات الحرارة الليلية أيضا تبقى مرتفعة، طقس دافئ إلى حار نسبيا. يوم الخميس تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا، الموجة الحارة تعود للاشتداد مجددا، تكون الحرارات أربعينية في عموم المناطق بما فيها العاصمة عمان، أيضا ترتفع درجات الحرارة ليلا لتكون الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا، لكن درجات الحرارة تكون شديدة ومرهقة خاصة في منطقة الأغوار والبحر الميت وأيضا منطقة العقبة. يوم الجمعة تنخفض قليلا درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، ويستمر الطقس الحار والمرهق في عموم المناطق، درجات الحرارة تكون ثلاثينية في أغلب المناطق بما فيها العاصمة عمان، بينما تكون أربعينية في المنطقة الشرقية، منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة. أيضا درجات الحرارة الليلية تستمر مرتفعة، طقس دافئ إلى حار نسبيا في عموم المناطق. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.